قبل قليل شفنا اغتصاب قاصر واحتجازها واختطافها وكويها والوشم و ودابا عاوتاني القصه ديال الطفله انا مازلت نقولها طفله واخا عندها 15 سنه راه باقا طفله وعندها واحد الوجه ملائكي وجه بريء جميله نهيله اللي تبعتهم على القصه ديالها منذ اختفائها من مدينه الدار البيضاء واللي الام ديالها وجهت واحد الصرخه واحد النداء عبر شوف تيفي والحمد لله بنيتها رجعت الحضن ديال الام ديالها ولكن كيفاش رجعت نهيله واش رجعت هذيك نهيله اللي خرجات او لا رجعت نهيله اخرى السلام عليكم السلام كي لقيتي بنتك واش باقا نهيله اللي كنتي كتعرفي ديك الطفله البريئه نفسيتها كيفاش رجعت رجعت نفسيتها محطمه ما تهضرش كاع ساكته حتى الليل عاد تبكي تضل تبكي وباغا تاخد حقها وتا انا باغا ناخد لها حقها انت مرضتي بهذا السبب حبيبتي انا مريضه قبل وزدت كملت دخلت في اكتئاب بنيتك هي اللي عندك هي اللي عندي ما عندها حد ما عندها عند الله سبحانه وتعالى وعندها حنا وعندها المغاربه وكل شيء غادي يوقف معاها شنو داروا ليها؟ تقفصوا عليها هي تعرفت عليها عن طريق التليفون ردوا علاش انا تنقول لهم ردوا بالكم لبنياتكم ردوا بالكم من التليفونات اللي كتعطيو للقصيرات والقصيرين راه مليون ديال الاسباب ديال الجرائم سببها هو هاد الهواتف النقاله اللي كتعطيوها لبنياتكم وما تعرفوهمش مع من تيدويو راه غيدخل اي مجرم واي وحش ادمي يغرر بهم في التليفون وهي ما عارفاش مسكينه عند بالها راه غير كتهضر غير كتفلا غير هي كاستاذ هادشي كاين انا هو الشمال هو طلع ود الحرام ود رحامنا ودابا هربان عند مو تلقى بها داها خطفها هو وشحال من واحد جوج ثلاثه هما بيهم ثلاثه اييه شحال هما شادينها 8 ايام لقى كان خرج ليا 8 ايام فين كانوا شادينها في الخلا غير في الخلا في الخلا لا دار لا دوار لا حتى حاجه لا كانوا تقاقبوها بالليل بالنهار واش ما تبقاش عاقله على راسها شنو كتاكل شنو كتشرب شنو كتلبس هاد البنت شنو ضعيفه وحق الله فاطمه الزهراء واش ضعيفه اش دارت لهم كاع هاد البنيه هادي شحال عندهم هما من عام اختي هو بالك عنده 25 عام اخوان ما عاص ما كذبش عليك واخا شنو غتكون دارت لك هاد البنت هادي اللي شديتيها ودرتي لها التكرفيصه اش هاد الامراض اللي ولينا فيها استاذه كنت دروغ هذا من اصحاب الادمان على المخدرات ما رحمش هاد البنيه 8 ايام وما كيتنوموا عليها غير عاقل هو براسو غير ما عاقل لانهم مخدرين اصحاب مخدرات ما كيدير وهذا ظرف من ظروف شديده استاذه من ظروف شديده راه كاين اللي كيصحاب راسو راه مغيب سكران ولا مقرقب راه ظرف من ظروف التخفيف هذا راه ظرف من ظروف شديد معلوم من ظروف شديد في الحمى قلبوا نيس اليوم كواها كواها في يديها وشم ليها شحال كانوا بنتي شحال ثلاثه فين بلاصه داو رحامنا يعني ماشي من كريان رحامنا غير تماك حداكم وانتي ما قاداش تنوضي ما كيدوز حتى واحد ما كي كلشي الحما و شحال وهي عندها شحال بنتي انت عندك علاقه معها في التليفون لا ما قلتش عادي عادي ولا ماشي عادي انت ما غتعرفيهاش عادي انت باقا طفله عندك علاقه مع واحد الانسان غريب عنده 25 سنه وانت عندك 15 سنه من المرس وانت ما فراسكش لا من المرس عاد تعرفت عليا وانت ما فراسكش حبيبتي صحيحه كتخرج معايا كنت نخرج انا راه دابا هي في الدار وعرفتها عباد الله وعباد الله وعباد الله ردوا البال لبناتكم عباد الله ردوا البال لبنياتكم عباد الله راه التليفونات راهم كوارث هادي كنت مريضة راه خشي من الصبطة قربوا باها فينا هو ولكن ايه قربوا من وليداتكم قربوا من بنياتكم شوفوا لا. شوفوا اللي قربوا منهم شوفوا مع من تيهضروا قلبوا لهم تليفوناتهم عباد الله راه لا ما كانتش القرايه البنت ما عندها ما دير بالتليفون كنت مريضة وتا واحد ما خرب ليها بحال جدامة تا واحد ما دير لا والو هاد البنيه ما لقاتش اللي يعطف عليها واللي يحن عليها واللي يقولها ماما مع من تدويره هذاك غادي يتفلى عليك راه حاولوا تصاحبوا مع وليداتكم ومع بنياتكم حاولوا تنصحوهم حاولوا تقولوا لهم ان الغرباء راه ما عمرهم غيجيبوا لكم الخير دريه عندها 15 سنه يعني راه جات في فتره المراهقه انا مريضه الاب
كيكون انا ما تندويش انا على الاب نهيله، انا تندوي بصفه عامه. الاباء صاحبوا مع بناتكم، اللي غيديرها لها البراني يديرها لها انت، اللي غيخرجها للسينما خرجها انت، اللي غيخرجها للقهوه خرجها انت، اللي غيشري لها لي ساندويتش شريهم لها انت، اللي غيكسيها كسيها انت. اول مره، اول مره وقع لها هذا الشيء. ما عمر خرجت معاه، يعني ان الاغتصاب ثابت وخصني نطلع. اول مره خرجت معاه شده بقى بقى كيحفر ليها كيغرر بها كيغرر بها وكلا لي هذاك الدماغ ديالها. انا مريضه، لقى 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 من دوز لها الله يحفظ فيه الحق. الصحة من الخميس النهار اللي غادي تخرج ما شفتيهاش الحبيبه. كنت ناعسه، كنت باش نشرب في عند الناس كنت ناعسه. حسبي الله ونعم الوكيل بي. الله ياخد في الحق. وتتمنى من حبوشي يا حبوشي تلقى معايا. باقي لدابا ما تشتا واحد فيهم؟ هما ولاد المنطقه. لا بعد علينا شويه. استاذه شنو تقولي في هذا؟ انا الاستاذه خيارتي محامي الدار البيضاء، اليوم انا كنتبنى هذا البيت ديال السيده نعيمه اللي كتنوب على بنتها القاصر، وانا دابا من هذا المنبر كنقول انا تطوعت في هذا البيت مجانا، لان من الناحيه الانسانيه والاخلاقيه، لان احنا محامون الواجب ديالنا هذا، لان الناس اغلبيه الناس ما عندهمش فلوس باش يتحركوا، انا كنتبنى هذا الملف مجانا. استاذه بغيت نسولك استاذه اسمحي لي، هذه القضيه ديال بزاف الناس ما كيكونش عندهم الفلوس، حنا عارفينها، كتكون عندهم قضايا اللي خصها القضاء وخصها مثلا الامن وخصها ما كاينش محامي. حنا تنعرفوا المحامي لا كونسلطاسيون بالفلوس باش ينوب. الله يحسن العون، حتى انتم راه داير مكتب، راه عنده التزامات، راه ولكن واش ما كاينينش محامون اللي دايرهم الدوله مثلا؟ لا دايره الدوله المحامون، بغيت دير الناس ما عارفينش هذه القضيه. المساعده القضائيه، وشوف الشكايه تتوصل للمحكمه، تتوصل سميتو القضاء، الجلسه، الجلسه هي تكون محاكمه علنيه في الجلسه العلنيه، ولكن ما بإطار الشكايات وهذا ما كاينش. لا بإطار الشكايات لا، خاصها تنطلبها من عند النقيب المحترم. مشكورا غادي عاد يعطيها محامي في اطار المساعده القضائيه. مشكور، انا مشكور السيد النقيب، مشكور الاساتذه كلهم النزهاء، المحامون النزهاء على الوقوف ديالهم الى جانب يعني المظلومين، وهذا الشيء راه شفناه بزاف ديال القضايا، شفناه في قضيه ليلى والمحامي اللي غتبقى شاهد على نزاهه المحامون اللي وقفوا بحال الاستاذ زهراش، بحال الاستاذ الهيني، بحال الاستاذ قلاع، بحال الاستاذه الشاتو، بحال الاستاذه وفاء، يعني وكنشوفوا اصلا ايضا الاستاذه زين الخياري اللي وقفات في عده قضايا، كنشوفوا استاذه مريم الادريسي اللي خدات حتى هي بزاف ديال القضايا، تبناتهم العديد من الاساتذه اللي كنشكرهم جزيل الشكر، اللي ما كيفكروش فقط في الربح المادي، وهادشي ما كاينش فقط في المحاماه، راه كاين عند الاطباء، كاين بزاف ديال المجالات. الحمد لله باقي الخير في المغرب استاذه. اذا غتبنى هذا الملف، لانني عرفت المشكل خطير جدا. مادام سي واحد الدريه اللي عندها 15 سنه وهي الوحيده اللي عند امها وجوج دراري، امها مسكينه، وغادي من هذا المنبر نقول الاباء يحضروا ولادهم من التليفونات والفيسبوكات، لان اغلب الجرائم دابا كتجي سواء الخيانه الزوجيه او الفساد او القتل او كل شيء، كتجي عن طريق الهواتف المقاله. انت هذا الشيء استاذه كتعيشيه؟ انا كنعيش. كتشوفي يعني بزاف كما قلتي الخيانه الزوجيه من طرف المراه ولا الرجل ولا القتل ولا من 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 الهاتف المقاله، مواقع التواصل الاجتماعي. مواقع التواصل الاجتماعي. هذه الدريه اللي دابا كنعاود عليها، هذه الدريه عند المهاجر الوحيده كما قلت، استغل العقل الضعيف ديالها، واحد زوينه اللي هو دنيا زوينه اللي باقا صغيره عمرها 15 سنه، استغل الصغر ديالها، واحد مجرم، انا كنقول ليه مجرم من هذا المنبر، لان عنده 25 سنه، خاطر يهددها بان غادي يروح لها شي تصاور وتصاور. دريه عقلها صغير، قال لها اما تجيب لي الفلوس ولا غنروح لك تصاور. دريه مشات عنده اول مره كتلقى به، اداها من هي محتجزه مختطفه، وجاب لها جوج صحاب اخرين، يعني انهما ثلاثه تكون عصابه اجراميه اغتصبوها، شدوا لها البكره ديالها، ومن غير هذا الشيء زادوها الوشم وزادوها حرقوها، حرقوها بكارو، لنا درجه الدريه دابا. خليك تما وراك. درجه جر نزل لنا عمر نشوفوا الوشام، الله يرضي عليك. لدرجة هاد الدرية دابا محطمة نفسيا، وامها كانت مريضة وزادها مرض، منهارت وما تشلات، لان باينة بان عندها اكتئاب حاد، وكتقول في هاد الساعة نفس دابا شي شوية قالت لك انا وليت كنحاول الانتحار، ندير شي حاجة خايبة، كيفاش بنتي ما خدوش حقها؟ قالت لا، احنا غنعجلوا بهاد الرسالة وغنطلبوا وغناخذوا ان شاء الله، ان غناخذوا لها حقها، غناخذوا لها حقها،
اقرب وقت ممكن كنطالبوا كمساعدنا بن سي الحموشي لان كيوقف معنا هنا في هذه المنابر، كنطالبوا منه لك عاودوا نطالبوا منه باش يشدوا. طبيعه الحال طبيعه الحال حنا اليوم قدام حنا كنشوفوا جوج ديال القضايا ديال الاغتصاب ديال القاصرات، فيهم احتجاز، فيهم وشم، فيهم يعني عندهم واحد العامل مشترك استاذه. هذه عامل مشترك، هذه اخطر، هذه اخطر، هذه خطيره، هذه من نوع خاص. هذه الوالي هذه الخاله ديال واحد الدريه اللي امها مختله عقليا، كانت عندها 12 عام كتكوي امها، الدريه خافت هربت للشارع، ملي هربت للشارع جاو خطفوها واحد العصابه اجراميه اللي كي واحد السيد اللي عنده 60 سنه استغلها، عنده 60 سنه اللي هو مجرم، عنده سوابق، عنده سوابق قضائيه، ولا كيستغلها السارقه تجي تسرق ليه، ولا كيغتصبها وكيجيب لها شي حد ثاني يغتصبها، لان لدرجه انها هي دابا ولات كتعاني من امراض نفسيه حتى هي وعقليه. وهذه السيده ما عيطوا لك باش فين دخلي، كطالب باش هي تاخذ حق بنت اختها، باش تاخذ الدريه، لانها فات الدريه مشات للخيريه، ولكن الوالده ديالها ملي خرجت ثاني جا ثاني خطفها، ثاني خطفها عن طريق واحد العصابه ديالو. وكيفاش شنو كاين شي حق؟ واش الدنيا ولات سيبه؟ لا استاذه، لا ما كاينش الحمد لله، انت عارفه وانا عارفه ما كاينش سيبه، حنا في دوله الحق والقانون. دوله الحق والقانون، هادو تما غيتخدوا الاعتبار ديالهم، لان الدنيا خاص العائله ديالك تطاب بها باش يجيبوا داك السيد اللي عنده 60 سنه وهاد القاصره يسلموها لوالديها، لانها راه حتى هي في حاله اكتئاب. راه خصها تبقى تبنت من ديك البلاد باش الدواء، باش الدواء، لان دابا مريضه نفسيه هي الايمان، لدرجه انها هي العائله ديالها كطالب بها خاصها ما تبقاش تما، ما تبقاش تما عندك المجرم، لا هي ولا خوها، لا هي ولا خوها مع جميع، لانها هي مع واحد العصابه اجراميه ويتيمه ومها مريضه عقليا ونفسيا، لان هي السبب اللي باش خرجت ديال الدار لامها، ما بقاتش كتعقل راسها من الناحيه القانونيه، امها غير مسؤوله جنائيا، ولكن جات دابا الخاله ديالها اللي كطالب الدار ديالها اللي كتلتمس كتجي مده وهي كتجي كتقلع على الحق ديال الدريه، ولكن الشارع ما كاين والو، لان الدريه خاصها ترجع عند امها، لا يعقل عند خالتها. خاصها تعالج بعدا استاذه، خاصها تعالج، خاصها تعالج استاذه، لان الدريه بالادمان انت باش تعالج ودخل للدين، وهذاك السيد هذاك السيد خاصو تعتقل دابا استاذه باش نختموا، لانهم تيعيطوا لكم بالمحكمه باش غادي يستقبلها السيد غادي ان شاء الله. اذا غنختموا معكم وتتبعوا قناه تشوف تيفي، كنتوا معنا من امام محكمه الاستئناف مع طبيعه الحال في القضيه الاولى ديال مقتل واحد الشاب واللي تيقول العائله ديالو انها جريمه قتل ماشي حادثه، مع هذه السيده اللي القصه ديالها خطيره جدا، احتجاز واختطاف واغتصاب ودعاره وتسول وكل شيء، ومع ام نهيله. تنوجه تحيه للكوميسير الكوميسير، نوجه تحيه لجميع رجال الامن اللي في انس تعامل معاه مزيان. لا اله الا محمد رسول الله، الله يحد الباس. وشكرا الأستاذة زينب، شكرا على المؤازرة، ونختم معكم إلى اللقاء في مباشر آخر بإذن الله.